بالنسبه لي فهاد الحول اليوم ديال الحفل بوجود فعاليات كثيره من جميع المجالات للتذكير بواحد الانسان كان طيب السي الغماري، اللي بالنسبه لي انا كمواطن عشرته في عدد من المناسبات، وخاصه فاش دخل في قلوب المغاربه في الافه ديال كوفيد اللي اثرت علينا، الله يرحمه ويوسع القبر ديالو. انسان عنده واحد شنقول لك قلب كبير، احترافيه في المهنه ديالو، تلقائي في الكلام ديالو، التدخلات ديالو، وتيدخل بسرعه القلوب ديال الناس. فتنشوف بين هذا الحفل هذا جا في الوقت ديالو قبل ما تدوز سنين على الوفاه ديالو، كيما دار على عبد المجيد الدولمي صديق ديالنا في شهر رمضان. تنتمنى بان بحال هذه المناسبات يتكرروا كثير على جميع الفعاليات اللي عطاو للبلد وعطاو للمدينه ديالهم، عطاو في جميع المجالات يدار لهم في الحياه ديالهم. للاسف تخطف منا وهذا قدر ديالو، مشى لدار البقاء، ولكن غيبقى في القلب ديال المغاربه، في القلب ديالنا حنا كاع الناس اللي تيحبوه. راه شتي الناس الموجودين بكثره في هذا المركز الجميل، ونتمنى ان شاء الله بان هذا الشيء يزيد يصبر ويقوي العائله ديالو، خاصه الزوجه ديالو والاطفال ديالو. فالله يرحمه، ونتمنى كما قلت ان شاء الله يتكرر هذا الشيء سنويا ليه والاخرين، واللي باقيين حيين حتى هما يبداو نكرموهم ونوقفوا ونعضوهم ذاك الاعتبار ديالهم، هذيك القوه ديالهم، خاصه اللي تكون عندهم احفاد، يكون عندهم عائلات، وتيكونوا خلدوا الاسم ديالهم في الوطن ديالنا الكريم. انا يعني من دجنبر 2020 عندما اكتوينا بالفراق وبالرحيل ديال صلاح الدين الغماري، صلاح الدين اللي ما كان شيء صحفي عادي ولم يكن مواطنا ايضا عاديا، لاحظنا ما قدمه في عز الازمام اللي كانت الجائحه، وكانت اسئله كثيره، واختار الموقع ديالو ان يجيب عن التساؤلات ديال المستمعات والمستمعين والمشاهدين من خلال المنبر ديال القناه الثانيه. وكانت واحد الحميميه، لان الذي ينخرط في هموم المواطنين واختار في وطنه اكيد انه كيكون عنده مكانه، تيكون عنده متابعته، كان هكذا كان صلاح الدين الغماري. ولكن اليوم انا جات الفكره وكنشوف هاد الشخصيات اللي حاضره في مجالات متعدده وجلهم من المبدعين الرياضيين، ولا من مكر الصدف ان صلاح الدين الغماري اللي كنا كنترقبوا يعني حواراته اللي فيها ما ينفع الناس في الكورونا، هو يجمعنا اليوم ايضا، يجمعنا اليوم لنقف ولنستحضر المسار ديالو، لنستحضر يعني المبادره ديالو، لنستحضر المساهمات ديالو اللي كانت قيمه. وهذا كيبقى دائما ماشي دفناه في مدينه مكناس وانتهينا، لا، علينا ان نقرا التجربه ديالو، ان نقرا مساره، وننتبه الى دور اعلامي في السمع البصري مؤثر، ما يمكن ان يقدمه لوطني والمتتبعين ديالو اللي غادي يتسعوا. ثم لم يكتفي بالاستوديو وبالبرامج الاعداد ديالها والتقديم ديالها، ولكن خرج ايضا مواطن يحمل صفه الصحفي ويعني يدافع عن قضيه معينه ويحاول ان يكون في صف المواطنات والمواطنين في الوقت اللي كاينه الجائحه. وهو كان واحد الجائحه اللي هي جاتنا غريبه مفاجئه، ما كنعرفوش، يلاه كنشوفوا نترقبوا العالم شنو اللي غادي يكون ومن وراء الحدود شنو اللي غادي يكون. لكن جاء صلاح الدين الغماري واختار، وكان من مكر الصدف ايضا انه كان تهيئ، لانه شاف الوقع ديال التجاوب ديالو مع المواطنات والمواطنين والدور اللي كيخص يلعبوا لهذا، وكيجي كيهيئ برنامج اخر صوتكم، اعتبار على ان الرجل يفكر في الجميع، يفكر في الصوت، الله يرحمه ويوسع عليه. ويعني نتمنى اننا نستفدوا من رحيله، بغيناه ولكن بغاه الله اللي هو اعز.
حضرت اليوم في حفل تأبين ديال السيد صلاح الدين الغماري الله يرحمه ويوسع عليه. هذه بادرة طيبة من طرف السي الحمادي والناس اللي نظموا هذا حفل التأبين. وتنقول بانه كمواطنه مغربيه هاد الصحفي الكبير خلى واحد البصمه كبيره كصحفي مغربي، لا في الوقيته ديال كوفيد، يعني الميساجات اللي كان كيدوز والبرنامج اللي كان تكلف به كان في مستوى جيد. وكنطلبوا العائله ديالو انها الله يطولها في العمر ديالها، وان شاء الله داك الشيء اللي كان هو باغي يكون المسيره اللي كان باغي يمشي فيها ولده في العائله ديالو يحاولوا يمشيوا فيها، لانه كان هو رجل طيب متخلق وكان متواضع. وهذا السيد بالنسبه لي هذا الصحفي الهرم الكبير هو قدوه للصحفيين وايضا يحتفى به. وبالنسبه لي انا بحال اللي قلتي سي لومباسادور دي جورناليست ماروكان. هذا التأبين على الحق كان تيفرض نفسه، علاش؟ لانه المرحوم صلاح الدين الغماري كان في واحد الوقت الاوقات كان هو الخادم ديال المغرب، يعني انه كنا في هذيك الفتره الصعبه الحرجه ديال كورونا انه كان المتنفس الوحيد ديالنا هو التلفازه، وفي التلفازه يعني كنا تنتبعوا كبير وصغير هذيك الطريقه ديالو رحمه الله ديال اداء هذاك الواجب ديالو الا هو التوعيه. كان يمكن يدير ذاك البرنامج اي صحفي اي اعلامي، ولكن هو الطريقه ديالو باش يوصل الخبر وكيف سيوصلوا لنا الاعماق ديالنا جعلتنا انه اصبح في واحد الوقت من الاوقات ولمده طويله ديال شهور ولا جزء منا من العائلات ديالنا، حنا تنتعشاو ولا هذا والا وصلاح الدين الغماري معانا، وكانه غادي كنا المغاربه كلهم هي يدعوه باش يجي يتناول معنا الطعام العشاء، بالدرجات باش نقول لك بانه كيفاش كان قريب 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 لينا. حتى جات هذيك الخبر اللي ما تقبلناش، يعني كيف نصوروا بانه هاد السيد اللي عاد باقي وسيم، يعني الارتسامات اللي على محياه يعني فيها العبارات تترجم الحياة، هو كان يعني الحياة بالنسبة لنا في الوقت اللي كنا تنسجلوا الوفيات وهذا، ولكن هو كان بالنسبة لنا شعار ديال الحياة. فإذا به وفاة المنية والتحق بالرفيق الأعلى أقل ما يمكننا نديره له. هو بالنسبة لنا كرياضيين، وأنا تنترس واحد الجمعية اللي فيها قدماء الرياضيين، بمجرد ما جاتني الدعوة باش نشاركوا في هذا الحفل التأبيني واتصلت بالأصدقاء ديالي من كل الأجيال، من الجيل ديال حسن أقصبي اللي بلغ تبارك الله عليه والله يطول عمره 87 سنة إلى أصغرهم، يعني ولائحة طويلة اللي حاضرين اليوم، يعني ما تردوش نهائيا باش يحضروا، وهذا أقل ما كنا نعملوا. يعني الواحد السيد اللي دخل قلبنا ومع ما غادي يخرج منه. أولا تنشكر الناس اللي نظموا هذا التأمين ديال صلاح الدين الغماري، لأن راجل اللي عطى الإعلام الوطني، وراجل اللي تنعرفوه تيبغي الرياضة وتيحب الرياضة وولد تيحب النادي المكناسي، وخالو راه لعب في النادي المكناسي هو الأستاذ الحبيب. اليوم رسلنا إخوان كلهم فرحانين باش يحضروا لهاد الحفلة اللي داروا على قباله، وهذا اعتراف من أصدقاء ديالو ومن دازام، لأن اعتراف لواحد اللي عطى الإعلام الوطني وعطى الوطن ديالو، وشكرا للجميع. أنا الآن في لقاء تأبيني للراحل صلاح الدين الغماري. هذا الشاب لأنه سيظل دائما معنا في الوجدان في القلب وخاصة في الذاكرة، لأنه طبع مسارا في ظروف قاسية وظروف صعبة جدا،
برهن بالواضح والمرموز بأن الإعلامي الحقيقي يكون دائما في الواجهة، وكان فعلا بقوته بتضحيته كان أمام هذه الجائحة التي دمرتنا كلنا نفسيا، لكنه كان على الأقل يواجهها بإعلاميته بمهنيته بحرفيته كل يوم، وهذا ليس بالأمر اليسير. إذن فقدنا إنسانا وسيظل اسمه مقترنا بالإعلام الجدي، بالجودة، بالتضحية، بالإعلام الحقيقي. هذه البادرة كتبقى واحد يعني مناسبة مهمة لتكريم الصحفي الراحل الصديق ديالنا والأخ ديالنا والزميل صلاح الدين الغمري اللي شبعتنا به مهنة الصحافة، وكان خير سند لنا كأستاذ وكأخ وكصديق. وأنا بالنسبة لي يعني كصحفي في القناة الثانية، أول مرور ديالي في المباشر كان مع السي صلاح الدين الغمري الله يوليه برحمة الله، وكان مساند وساعدني، ودائما كنتذكر بأنه دائما كان السند الكبير اللي في هذه المهنة اللي هي مهنة الصحافة. وبهذه المناسبة كنتمنى له الرحمة والمغفرة.